السيسي يؤكد على متانة العلاقات الثنائية التي تربط مصر بأوغندا. الأمم المتحدة تقول إن 19 موظفا تابعا لها قضوا من بين ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة. مستشار الأمن القومي الأمريكي يتحدث عن تحركات داخل الجيش الفنزويلي لدعم المعارضة. موجز أنباء السابعة صباحا، أسعد الله صباحكم دوما. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بأوغندا. وخلال اتصال هاتفي أجراه بالرئيس يوري موسيفني، شدد الرئيس على الأهمية التي يوليها للتنسيق والتشاور مع نظيره الأوغندي بشأن القضايا الإفريقية، لما يتمتع به من خبرة عريضة في دفع جهود الاندماج على مستوى القارة، فضلا عما يتعلق بتعزيز آليات عمل الاتحاد الإفريقي على ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد. وقد أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن رؤى الرئيسين تلاقت حول أهمية الانخراط في حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي في منطقة حوض النيل. قتل ما لا يقل عن 200 فرد من ميليشيات الحوثي في غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي على تجمعات للميليشيات في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غربي البلاد. واستهدفت الضربات الجوية الإمدادات القادمة من عمران، ما أسفر عن مقتل قيادي ميداني حوثي كان يتولى عملية اقتحام المنازل واعتقال السكان في قرى كشر. أعلنت منظمة الهجرة الدولية أنها أحصت وجود 19 موظفا بمنظمات تابعة للأمم المتحدة ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة. أضافت المنظمة في بيانها أن تقديراتها الأولية تؤكد مصر على الموظفين الأمميين 19 ومن بينهم مواطنة ألبانية تعمل تابعة لمنظمة الهجرة الدولية. إلى ذلك، فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعازيه العميقة لعائلات وذوي ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة. أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض أن عسكريين في الجيش الفنزويلي يتواصلون مع أعضاء البرلمان حول كيفية دعمهم للمعارضة. أضاف بولتون في مقابلة مع قناة ABC بأن هناك محادثات لا تحصى جارية بين أعضاء في البرلمان وعناصر في الجيش الفنزويلي على حد تعبيره حول ما الذي يمكن أن يحدث وكيف يمكنهم التحرك لدعم المعارضة. يحيي اليابانيون اليوم الذكرى الثامنة لضحايا زلزال وموجات المد تسونامي التي اجتاحت البلاد في عام 2011. ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء تشينزو آبي في مراسم إحياء الذكرى التي تتضمن دقيقة صمت وكلمات من ذوي الضحايا. يشار إلى أن هذا الزلزال المدمر راح ضحيته نحو 16,000 شخص، فيما تضررت مباني المفاعل النووي في فوكوشيما، حيث تم إخلاء المنطقة بالكامل من السكان خوفا من التسرب الإشعاعي، بينما تعاملت الحكومة اليابانية بتقديرات رفيعة. كالمعتاد بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار والتقارير عبر extranews.tv. إلى الملتقى بحول الله.